تطيب السجايا حين تروى عروقها، معي هدى من منبع الوحي صافيا، فتسمو كما النخل الأصيل مهابة، وتمتد زهرا في ربى الكون زاهيا. رياض من الأخلاق يندأريجها، حديثا شبيا بالمكارم زاكيا. رياض من الأخلاق يندرجها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج رياض الأخلاق. والخلق الذي نتحدث عنه في هذه الحلقة هو خلق الغيرة، والغيرة من الصفات العظيمة المحمودة. ومعنى الغيرة في اللغة هي الحمية والأنفة، مأخوذة من تغير القلب إذا حدث أمر يثيرها. والغيرة صفة عظيمة ثبتت لرب العالمين، أثبتها نبيه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار وإن غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. وصفة الله سبحانه وتعالى هذه تشاكل صفاته الباقية، فهي لائقة بجلاله، مخالفة ومباينة لصفات خلقه. كما أن هذه الصفة الكريمة العظيمة ثبتت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في حديث المغيرة بن شعبة عن سعد بن عبادة أنه قال: والله لو وجدت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فتعجب الصحابة من قوله، فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير، والله لأنا أغير من سعد، والله أغير مني. من أجل ذلك حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أغير البشر على الإطلاق، وكان يغضب لله وما كان يغضب لنفسه. كما أن هذه الصفة من صفات المؤمنين، فقد أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين. جاء في رواية عند مسلم: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. فهي من صفات ومن كمالات المؤمنين. ولقد استقر لدى العقلاء أن هذه الصفة موجودة حتى عند البهائم والوحش والطير وكثير من الدواب. هذه الصفة من الصفات المحمودة عقلا وشرعا وعرفا وفطرة، وهي من الصفات المتعدي نفعها، فهي تنفع صاحبها وتنفع الناس. من أجل ذلك ينبغي للمؤمن أن يتحلى بهذا الخلق الكريم، هذا الخلق النبيل، لأن الله يحمي به الدين ويحمي به العرض ويحمي به الأخلاق ويصون به الدماء ويصون به البلدان. وكل ما على مقام الإنسان علت أهمية غيرته وأثرها في المجتمع. وكذلك المرأة المسلمة ينبغي عليها أن تتحلى بالغيرة الطيبة المناسبة، والتي تحافظ على نفسها وعلى عرضها وعلى بيتها وعلى زوجها وعلى أهلها وعلى أولادها. والغيرة بين الزوجين مطلب، ولكنها ينبغي أن تكون في الحدود المعقولة، بحيث لا إفراط ولا تفريط، فإن الغيرة إذا زادت عن حدها انقلبت إلى ضدها وأصبحت شكاً وريبة، وصارت من الظن الذي ذمه الله سبحانه وتعالى في كتابه، كما قال سبحانه وتعالى: إن بعض الظن إثم. فينبغي للزوجين أن يقتصدا في الغيرة، وأن تكون متوسطة، وأن يحمي بها كل منهما الآخر، وأن يربي عليها أولادهما. اللهم جملنا بأكرم الأخلاق، واهدنا لأحسنها، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، إنك أنت على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.
تطيب السجايا حين تروى عروقها معينا هدى من منبع الوحي صافيا فتسمو كما النخل الأصيل مهابة وتمتد زهرا في ربى الكون زاهيا رياض من الأخلاق يندرجها حديثا شبيا بالمكارم زكيا شبيا بالمكارم زكيا رياض من الأخلاق رياض من الأخلاق رياض من الأخلاق يندرجها.